السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله النهاردة معنا فيديو جديد، وهي غسالة توشيبا هاف اوتوماتيك. المشكلة معنا في النشافة، طبعا بنيجي نشغل الماتور ما بيقدرش يقوم، ممكن اي حد يشوف العيب ويتهز جامد معانا، يتكلم في مشكلة في التداخل، مشكلة في مكثف، وطبعا هي مشكلة بعيدة خالص على الموضوع ده. معلش الواحد عنده دور برد شوية، صوته متغير. هنجيب زاوية 10 ونفك المسمار، نمسك الحلة، المسمار اللي فوق ماسك الحلة واللي تحت ماسك الطنبورة بالماتور. هنشد لفوق، الحلة خرجت معانا بسهولة. الجلبة الخاصة بالكاوتشة طلعت معانا مع الحلة. كده المشكلة ظهرت معانا، ان هي مشكلة كاوتشة هي اللي عاملة لنا العيب ده. الجلبة ثابت الكاوتشة وخرج، طبعا هنضغط على الكاوتشة لتحت، هنزلت معانا تحت، هنخرجها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هنجيب مفتاح كاوتشة دي، الجلبة جافشة معانا، هنجيب مفتاح ونبدأ نلف فيها عندي لما تلين معانا ونخرجها. خرجت معانا. هنصنفر العمود كويس ونحط عليه زيت او شحم. دي الكاوتشة الجديدة، هنحط عليها كله، ممكن نعملها بكله، ممكن شحم عشان تخش معانا بسهولة، ممكن نحط عليها معجون سيليكون. أفضلهم الكلة وأصعبهم، صعبة في الشغل بتلبش في الإيد، بس هو المصنع بتاعها وبجيبها بكل. الكلة دي زيادة تأكيد أو زيادة أمان على أساس ما تنزلش مية على الماتور وتحرجه. واحنا بنخلعها ضغطنا عليها من فوق لتحت، واحنا بنركبها العكس من تحت لفوق،
يعني من جوه لبره. هي الدنيا ضيقة معانا شوية بس هي إن شاء الله بتركب يعني. ركبت معانا، متأكد من فوق إن الأربع مخارج كويسة. ده دي معجون سيليكون، هنجيب السيليكون ونحط حواليها، دي كله زيادة تأكيد أمان. زيادة أمان وزيادة تأكيد. لف عليها من جميع الجوانب، احنا ماشيين مع بعض بالتفصيل الممل، اساس لو واحد لسه اول مرة يفكها ان شاء الله يعرف يرقبها ويجمعها. دوا الزيت هنحطه على العمود والشحم يمشي كويس. ننزل الحلة، نضغط عليها وننزلها، ليها مجرى في الطنبورة. نتأكد إن المسمار قصاد مجرى العمود بتاع الحلة، نجرط على مسمارنا ونربطه كويس. نجرب مع بعض، شغال بسم الله ما شاء الله، ظبط الموتور كويس، مفيش اي تداخل، المكثف بتاعه كويس، كل المشكلة معانا في الجلبة.
حط المكثف، كنا مخرجينه، حطه في مكانه، نتأكد ان الضفيرة ملفوفة كويس، حط عليها شكورتين كويس، مفيش سلك ظاهر على اساس ما يعملش لمس كهربائي معانا. هنيجي على الغطا اللي بالخلف ونربطه مع بعض، لا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.